الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أعلن البنك المركزي في العراق أن الغرامات المفروضة على المصارف والمؤسسات غير المصرفية وهي شركات الصرافة بلغت نحو 80 مليار دينار عراقي خلال الأشهر السبعة الماضية. وأظهر جدول للبنك أن شهر نيسان شهد أعلى الغرامات على المصارف والمؤسسات غير المالية، حيث وصلت هذه الغرامات إلى أكثر من 17 مليار دينار بعقوبات إدارية بلغت 17 عقوبة، فيما شهد شهر حزيران أقل الغرامات حيث بلغت نحو 8 مليارات دينار بعقوبات إدارية بلغت 50 عقوبة. أكد خبراء اقتصاديون أن العراق يعاني من نقص كبير في عدد الوحدات السكنية، حيث يحتاج إلى بناء 3.5 مليون وحدة سكنية لسد هذا النقص. وأوضح الخبراء أن زيادة السكانية في العراق تبلغ نحو 1 مليون نسمة سنوياً، ما يعني ضرورة بناء 250 ألف وحدة سكنية في الأقل للتعامل مع تلك الزيادة، مبيناً أن الجهات المعنية لم تستمع لمناشدات السكان بضرورة بناء أكبر قدر ممكن من الوحدات السكنية بأقل كلفة وبأسرع وقت. أعلن مراقبو حركة المرور الجوي في المطار المدني الوحيد في لبنان عزمهم الإضراب عن العمل الشهر المقبل بسبب نقص حاد في عدد الموظفين، وهو ما من شأنه أن يغلق المطار الكائن في بيروت جزئياً. يأتي إعلان الفريق المكون من 13 عضواً في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت بعد تقرير من منظمة أوروبية لمراقبة سلامة الطيران، وهو ما أثار مخاوف بعد تفتيش المطار، حيث من المفترض أن يكون هناك 87 من أفراد مراقبة الحركة الجوية في المطار. أكد تقرير لبنك التنمية الآسيوي أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود وتفشي فيروس كورونا دافعا نحو 70 مليون شخص إضافيين في بلدان آسيا النامية إلى الفقر المدقع العام الماضي. وقال كبير الاقتصاديين في بنك التنمية الآسيوي ألبرت بارك إن منظمة آسيا والمحيط الهادي تتعافى بشكل مضطرد من جائحة كورونا، لكن أزمة تكاليف المعيشة المتزايدة تقوض التقدم نحو القضاء على الفقر. هذا ويعرف بنك التنمية الآسيوي الفقر المدقع بأنه العيش على أقل من $2.15 في اليوم بناء على أسعار 2017 المعدلة حسب التضخم. أفادت تقارير جديدة من صندوق النقد الدولي بأن الدعم المالي للوقود الأحفوري ارتفع بواقع تريليوني دولار على مدى العامين المنصرمين ليسجل مستوى قياسيا بلغ 7 تريليونات دولار في عام 2022. وقال الصندوق في تقرير إن زيادة التكاليف بفعل نمو الاستهلاك بعد الجائحة وارتفاع تكلفة الطاقة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث بلغت تكاليف دعم النفط والفحم والغاز الطبيعي ما يعادل 7.1% من الناتج الإجمالي عالمياً، وهو أكثر مما تنفقه الحكومات سنوياً على التعليم ونحو 1/3 ما تنفقه على الرعاية والصحة. والآن إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن.
ختام موجز إلى اللقاء.